السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رابع. احنا طبعا أول درس كنا أخذناه وموجود عندكم على المنصة هو الأعداد الكسرية والكسور الفعلية. أول شيء تعرفنا ما معنى عدد كسري اللي هو عدد صحيح وكسر، هو عدد صحيح وكسر. يعني معنى عدد كسري عدد صحيح وكسر. ايش معنى كسور غير فعلية؟ كسور غير فعلية أنا بعرف إن الكسور هي كسور بس هو مقام، لكن شو يعني ليش يا بس بتحكي كسور غير فعلية؟ حكينا إنه بسطه أكبر من مقامه، إنه بسطه أكبر من مقامه. هذا الحكي أخذناه وحلينا على المسائل وحولنا اللي هي الأعداد الكسرية إلى كسور. نتذكر مع بعض كيف حولت العدد الكسري إلى كسور، وحولت الكسور الغير فعلية إلى أعداد كسرية. حناخذ أسئلة من اللي إحنا ما حليناها في أثناء درسنا، طبعاً كانت الصفحات عندنا خطأ، فأنا اليوم إن شاء الله حنحل صفحة رقم، أنتم شفتوا كيف الأسئلة انحلت كلها، بس كانت رقم الصفحة لأنه كان محطوط هو بالأول. رقم الصفحة 22 بدنا نبدأ نحل مع بعض، كأني براجع معكم هاي الأعداد الكسرية، لكن بترجع ثاني مرة المنصة أول درس وإيش وبتنتبهوا للشرح، شرح الأعداد الكسرية والكسور الغير فعلية. نيجي على السؤال رقم 10، إحنا كنا مقصرين عند هذا السؤال في كتابي، احنا حلينا كل الأسئلة ما عدا سؤال رقم 10، بقول لي لدى فاطمة 1 3/4 رغيف من الخبز الأسمر، إذا كانت تأكل في الوجبة الواحدة ربع رغيف، فكم وجبة تكفيها كمية الخبز؟ طبعاً أنا يا مس عندي إيه عندي 1 و3، طبعا لا يمكن اعمل، طبعا زي ما حكيت مس لا يمكن اعرف كم تكفيها الوجبه هاي، انا باخذ ربع كل مره لحد ما اشوف اني بدي احول العدد الكسري الموجود عندي عدد صحيح وكسر، اسمه عدد كسري، عدد صحيح وكسر، كيف بدي احوله الى كسر غير فعلي؟ اول شيء قلنا حينزل العدد الصحيح الوحيد المسكين حينزل الى مقام، حيضرب المقام الواحد، انا بعرج معاه الواحد حيضرب المقام اللي هو 4، وبعد هيك بعد ما يضربه كله كامل حيتخبى حينجمع مع البسط، حينجمع مع البسط والمقام كما هو حكينا كتبناه لو شوفوا ترجعوا للشرح اول درس كتبنا انه المقام يظل كما هو. نيجي هون العدد الصحيح ضرب المقام وانجمع مع البسط، ضرب المقام وانجمع مع البسط، 1 في 4 4 زائد 3 7، طبعا هون حنكتب 7 على 4، المقام يظل كما هو، المقام لا يؤذي، لا المقام يظل كما هو، المقام يظل كما هو، ما عليه اي تغيير. طيب كم تكفيها؟ طبعا المقام زي بعضه تكفيها لسبع وجبات. كم وجبه تكفيها؟ 7 وجبات. ليش؟ لانه كل وجبه ربع 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 ل7 وجبات. كل وجبه تاخذ فيها ربع. كم وجبه عندنا؟ ربع 7 وجبات، تكفيها ل7 وجبات. هيك بس انا حليت لك السؤال، خليني اخذ سؤال ثاني كمان. انا لحد الان بعمل كاني براجع لك للدرس اللي اخذته اول الفصل، اخذته في الفصل الثاني. السؤال رقم 11، ايوه السؤال رقم 11، ايوه عندي. قيس بيستغرق سدس الساعة في الوصول إلى عمله يوميا، كم ساعة يستغرق الوصول إلى عمله في 10 أيام؟ يستغرق في 10 أيام، عندي كم ساعة في
هي 10 ايام بيستغرق هون. اول شيء بدي احسب له اللي هو ايوه مس، انا زي ما حكيت لك اللي هون اهم شيء بده 10 ايام كل يوم سدس، كل يوم سدس، كل يوم سدس، اضرب قلنا سدس 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 10 ايام. بدل ما اقعد يا جماعه اكرر الجمع بعمل عمليه الضرب بالشكل هذا، حضر البسط في البسط والمقام في المقام، حضر البسط في البسط. طبعا انتم هذا الحكي ما اخذتوه بس انا هحاول ما دام موجود عندك بالكتاب هحاول اعطيك اياه. 1 في 10 اللي هو 10 على 6 بعمل عمليه هون عندي اللي هي اختصار على 2 على 2 بتعملي هون 5 على 3 5 على 3. لكن يا مس هل اخليه انا بدي كم ايش بده هو بده يا مس بقول لي اكتب الناتج على صورة عدد كسري، اكتب الناتج على صورة عدد كسري. طيب استني شوية خلينا نراجع مع بعض، خلينا نراجع مع بعض. عدد هاي الآن على كسر غير فعلي، هاي اللي بحكي لك اياها، هاي اللي عندي هذا كسر غير فعلي، هون كسر غير فعلي. ليش؟ بسطه أكبر من المقام، المقام بسطه أكبر من مقام، بسطه أكبر من مقام. طيب كيف بدي أحول؟ قلت لك إيش معنى هاي يا مس؟ إيش معنى هاي؟ قلت لي يا مس هاي معناها تقسيم، قلت لي يا مس هاي معناها تقسيم. تعالي معاي بدي أقسم الخمسة تقسيم ثلاثة، بدي أقسم الخمسة تقسيم ثلاثة. قولي لي يا مس 5 تقسيم 3 فيها الواحد بس، لأنه لو حطينا 2 تطلع 6 كبيرة عليها. 1 في 3 3 بعمل عملية الطرح. 2 نيجي هون كيف بدي أرتبها؟ قلنا العدد الصحيح، العدد الصحيح هو الناتج، الناتج العدد الصحيح هو الناتج اللي هو 1. طيب بدي كسر الباقي بسط، هذا الباقي، الباقي بعيد بسط عدد صحيح ناتج، بس الناتج العدد الصحيح هو الناتج، العدد الصحيح صحيح هو الناتج، والباقي بسط، الباقي بسط. والمقام مثل ما هو، مقام ايش؟ 3. أعيد مرة ثانية، أنا عندي سدس وكفعت بدي أعقب هذا باليوم الواحد، بدي بعشر أيام، ستة سدس 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 سدس، مش دائما قلنا بدل ما نكرر الجمع لمدة 10 أيام بضرب في 10، لكن أنا عندي كسر، فصل في فصل، مقام في مقام. 1 في 10 10 و6 في 1 6 نختصر 5 على 3. لكن هو حكالي، حكالي بدي اياك طلعي لي الناتج على صورة عدد كسري. ليش؟ قلت له ليش؟ قال لي لانه هاي كسر غير فعلي. ايش معنى يا مس الكسر الغير فعلي؟ هو اللي بسطه اكبر من مقام، هو اللي بسطه اكبر من مقام. الان قلت له معنى كلمة هاي إشارة معناها قسمة 5 على 3، بقسم قسمة طويلة عادية والباقي بحطه بسط، والعدد الصحيح هو الناتج، وهون بسط اللي هو الباقي، والمقام كما هو، المقام كما هو. أنا براجع معاك يا مس لحد الآن الأشياء اللي أنا أخذتها معاك، حاول تركز شوي معي، حاول تركز شوي معي. طيب تعالي معي على السؤال اللي بعده. ايش بحكي لي السؤال اللي بعده يا مس؟ خليكي معي انا لحد الان مس انا برجع لك اسئله دروس درس انت اخذته، درس انت اخذته. طيب يا مس معي على سؤال
رقم 12. ناخد سؤال رقم 12. تستعمل أو تستخدم أو تستعمل مريم 2 وثلثان من إيش الموجود عندي؟ كوبا من الحليب في صنع قالب الحلوى. إذا أرادت قالب حلوى بدها كوبين وثلثي كوب. لكن إذا بدها تعمل قالبين فبقول لي إذا بتصنع قالبين يعني 2 مش واحد، الواحد بتاخذ كستين، لكن هي بتصنع قالبين. بتحكي لي فكم كوبا تحتاج؟ ومثل مسألة بالنماذج، ما بدي نماذج أنا ولا إشي، بدي بقول لي بعدين الإجابة على صورة كسر غير فعلي وعلى صورة كسر عدد كسر، يعني نحول من كسر فعلي بعد كسر. طيب تعالي معي شوية، أنا أول شيء كلامي صحيح، في طلاب حيروح يحول على طول بدو عدد كسر يمس على السريع، لا يمس. أنا ما بدي أحول على السريع، ليش ما بدي أحول على السريع؟ لأنه في عندي أنا عندي سؤال رقم 12، عندي 2 كوبين بدي أضربهم، الكوبين بدي أضربهم في 2 على 3، ليش؟ لأن قالبين مش قالب واحد، بصير عندي هون 4 و2 على 3. الآن بتكون سهولة بحول إلى كسر غير فعلي، هذا عدد كسري بحول إلى كسر غير فعلي. هون العدد الصحيح حيضرب، العدد الصحيح حيضرب المقام وحيتخبى مع البسط عادي لو حطيت محطتنا في أولويات هون، صح؟ على نفس المقام. باجي والمستر 3 في 4 12، أنا خطوة خطوة بعمل زائد 2 على نفس المقام تساوي، تعالي معي نكمل مع بعض، 12 زائد 2 14 على 3، هيك مكتوب كسر غير فعلي اللي هو كوب من الحليب. طبعا هذا هو كوب من الحليب. عندي مسألة لازم أكتب عليها، سؤال رقم 13 صح هو رقم 13، أيهما أكبر؟ تعالوا نحط السؤال نشوف أيهما أكبر، أيهما أكبر، مين الأكبر؟ بس شو عرفنا صح؟ ها؟ 13 على 6 و13 على 5، حتقولي لي أول شيء حاسمعه من الطلاب إنه حقولوا لي يا بس هذا الأكبر، هاي 13 13 7، وين الأكبر؟ بقول له لا يا بس الأكبر هو 13 على 5. ليش؟ ليش يمس؟ شو يمس؟ ليش؟ كل ما قل المقام أو صغر المقام بكبر الكسر. انتبهي على الكسور غير الأعداد الصحيحة، كل الأولاد 6 أكبر، لا، كل ما قل المقام أو صغر المقام بيكبر الكسر. نقول كلما صغير المقام كبير الكسر، يعني طلع عليه العكس، إذا لقيتي هون 1 2 وهون 10 قولوا لا 2 هي الأكبر. كلما صغير المقام كبير الكسر، كلما صغير المقام كبير الكسر، معناها تبقى أنا عشان أعطيكم هاي عشان تنتبهوا للكسور. هاي هي بعض أخذتوا في الصف الثاني تتذكروا من غير يعني من غير تقارنوا ومن غير ما توحد مقامات ولا إشي، تتذكروا كنت تقولوا لما يكون صغير الكسر صغير المقام بيكون هو الأكبر، وهيك بس أنا أعداد الكسرية والكسور الفعلية برجع بحكي بس إني بدأت فيها من أول السنة، روحوا ارجعوا رجعوها لأنه أنا كملتها تكميل وكمان رجعت لكم إياها كمان فوقها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.